كورة بيزنس. كيف تتم إدارة نادي أرسنال؟ وما هو حجم ثروة ستان كرونكي؟ أرسنال هو أحد الأندية العريقة والتاريخية في الكرة الإنجليزية. النادي يعتبر ثالث أكبر نادي شعبية في إنجلترا بعد كل من مانشستر يونايتد وليفربول. التراجع المخيف للنادي على مر السنوات الماضية جاء لأسباب عدة أبرزها طريقة الإدارة وحجم الإنفاق في سوق الانتقالات، حيث يدار النادي عن طريق موارده الذاتية دون تدخل كبير من الملاك، وهو ما يعني أن النادي لا يقاوم بالصرف إلا وفق مداخله التي يجنيها. وكباقي الأندية تأثر أرسنال بجائحة كورونا، مما اضطره إلى تسريح 55 من العاملين في النادي في أغسطس من عام 2020، كما اضطر اللاعبون والجهاز الفني لتخفيض رواتبهم بنسبة 12.5%، بالإضافة إلى أن النادي اقترض مبلغ 120 مليون جنيه استرليني من بنك إنجلترا بسبب نفاذ السيولة النقدية في النادي. كما أعلن النادي خسائر مالية تصل إلى 47.8 مليون يورو للسنة المالية بين مايو 2019 ومايو 2020، منها 14 مليون جنيه استرليني عائدات التذاكر بسبب غياب الجمهور في فترة الجائحة، بالإضافة إلى أن النادي خسر مبلغ 6 مليون جنيه استرليني بسبب انسحاب بعض الشركات الراعية بعد الجائحة. ومن المتوقع أن تكون الخسائر أكبر عن إعلانها للسنة المالية الجديدة. بالرغم من تراجع الفريق في السنوات العشر الأخيرة، إلا أن أرسنال لم يخسر أموالا إلا في آخر موسمين فقط. فما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ يوجد نادي أرسنال في مدينة لندن، وهي مدينة تعتبر مركزا لأغلب الشركات العالمية، ويعتبر أرسنال هو النادي الأكثر شعبية في لندن، مما يسهل عليه جذب الكثير من عقود الرعاية والإعلانات. فبالرغم من جائحة كورونا، إلا أن الأموال التي يتحصل عليها أرسنال من شركات الرعاية والإعلانات زادت من 110 ملايين جنيه استرليني إلى قرابة 142 مليون جنيه استرليني، وذلك بسبب توقيعه عقدا جديدا مع شركة أديدا للمعدات الرياضية. وبحسب الكثير من التحليلات، فإن شعبية النادي وموقعه الاستراتيجي هو السبب الرئيسي الذي يدفع عائلة كرونكي المالكة للنادي من التمسك به وعدم بيعه، بالرغم من عدم استعدادهم للاستثمار فيه بأموالهم الخاصة كما تفعل أندية مثل تشيلسي ومانشستر سيتي. ما هو حجم ثروة ستان كرونكي؟ تقدر ثروة ستان كرونكي مالك النادي ورئيس مجموعة كرونكي الرياضية بمبلغ 6.8 مليار جنيه استرليني، وهو ما يجعله ثالث أغنى مالك لناد في الدوري الإنجليزي بعد رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي والشيخ منصور مالك نادي مانشستر سيتي. كما أن مجموعة شركاته المعروفة بكرونكي للرياضة والترفيه، والتي تعرف باختصار بمجموعة KSE، تملك عدة نواد رياضية يبلغ عددها 9 نواد وتنشط في مختلف الرياضات، أغلبها في الولايات المتحدة الأمريكية. ويتركز نشاط مجموعة كرونكي بشكل أساسي في الرياضة، على عكس بقية ملاك الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز الذين ينشط معظمهم في مجالات أخرى، مما يجعل أمر شراء أرسنال من قبل أي مستثمر آخر أمرا صعبا، حيث لم تقم مجموعة كرونكي من قبل ببيع أي من نواديها. النظام الإداري في الأندية التي يملكها كرونكي يكون بسيطا جدا، ويتكون من أفراد قليلين، بحيث يملك فقط رئيسا تنفيذي وممثل العائلة في الهرم الإداري، ثم مدير فني يسيطر على كل العمليات الرياضية في النادي من بيع وشراء للاعبين وتجديد العقود والتدريب، كما كان الحال عليه في فترة أرسن فينجر. أرسنال حاول الانتقال إلى نظام أكثر هرمية في فترة يوناي إمري عن طريق تعيين مدير الرياضيين، بحيث يتفرغ يوناي إمري لتدريب الفريق فقط، إلا أن الأمر لم ينجح، فقرر كرونكي العودة إلى النظام القديم بجعل ميكيل أرتيتا يسيطر على كل قرارات النادي الرياضية، مع تعيين مساعد له وهو المدير التقني إيدو، الذي كانت مهمته تحديد الصفقات المناسبة للمواصفات التي يطلبها المدرب والتفاوض مع اللاعبين. تلعب إلى أوباميانغ، أوباميانغ في المرور والتسديدة، يا الله! كيف تمكن أرسنال من إنفاق مبلغ 147 مليون يورو بالرغم من الخسائر المالية؟ استحوذ ستان كرونكي على أرسنال بصورة رسمية في عام 2011 بعد أن أصبح صاحب النسبة الأعلى من الأسهم في النادي.
أرسنال اتبع سياسة التقشف منذ العام 2007 عندما أصبح كرونكي شريكا في إدارة النادي، إلا أن النادي بدأ في الانفاق مؤخرا بعد فشله في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة. كل الأموال التي أنفقها أرسنال حتى عام 2018 كانت من مداخله الخاصة، ما عدا الموسم الماضي الذي قامت فيه مجموعة كرونكي الرياضية بإقراض النادي مبلغا ماليا لم يتم الكشف عنه من أجل إتمام صفقة توماس بارتي. المدير التنفيذي للنادي فيناي فينكيتسهام كشف في آخر لقاء له مع الجماهير بأن مجموعة كرونكي الرياضية KSE ستقوم بالمساعدة في دفع ديون النادي في فترة الجائحة، كما كشف أن أغلب هذه الديون جاءت بسبب الانتقال إلى ملعب الإمارات، حيث أن النادي كان يقوم بدفعها من أرباحه السنوية قبل حدوث الجائحة. كما كشف فيناي أن مجموعة كرونكي ستقوم بإقراض النادي مبلغا من أجل الاستثمار الرياضي، وهو ما يمكن استخدامه من أجل إبرام الصفقات في سوق انتقالات، على أن يكون المبلغ المقترض دينا على النادي يتم تسديده خلال السنوات القادمة. فيناي أخبر الجماهير بأن أي صفقة أبرمها أرسنال خلال الصيف الماضي كان يقف خلفها مجموعة كرونكي الرياضية، وهو ما يعتبر أول تدخل من ملاك النادي لمساعدة أرسنال طوال العقد الماضي، حيث أشارت تقارير أن أرسنال هو أقل نادي في البريمير ليج حصل على أموال خارجية من مالك النادي. أرسنال هو أكثر فريق في أوروبا هذا الموسم صرفا للأموال في سوق الانتقالات، وهو أمر يحدث للمرة الأولى منذ استحواذ كرونكي على ملكية النادي، حيث يكمن السبب بحسب الكثير من التقارير إلى أن أرسنال بدأ أخيرا في خسارة الأموال، وهو ما سيمثل صداعا لملاكه الذين لن يهتموا بمستوى النادي الرياضي طالما كان يدر الأرباح كل موسم. شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم، كيف بإمكان أرسنال العودة إلى مصاف الأندية الكبرى؟ وهل كرونكي هو المسؤول عن تراجع النادي؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. مرحبا بكم، فبدعمكم حتما نستمر.